معنا الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أحييك دكتور طارق، وحدثنا أكثر عن لقاء الرئيس السيسي بالوفد الأمريكي الذي سيبحث جهود دفع عملية السلام في الشرق الأوسط. يعني تعلمي أن الاتصالات الأمريكية مستمرة في هذا الإطار. المبعوث كوشنر كما تعلمي زار المنطقة أكثر من مرة، قام بثلاث جولات لعملية السلام من قبل مع الأطراف المعنية. الجديد هو التقاءه طبعا بالمسؤولين السعوديين ثم مصر. أعتقد أنه الرسالة الأمريكية التي تريد أن تتوجه بها للقاهرة في هذا التوقيت هو حرص الولايات المتحدة الأمريكية على التواصل مع الأطراف المختلفة. طبعا حدث لقاء ثلاثي في مصر يوم السبت الماضي، وكان الإعلان على مبدأ حل الدولتين وتأكيد خيار 2-4-2 و3-3-8 ومبادلة الأرض مقابل السلام والأمن لكل الأطراف. كانت هناك تأكيدات على الحقوق العربية في هذا الإطار. أنا أظن أن الأمر حيبقى مرتجع بحسابات وتقديرات مختلفة، وأعتقد أنه الجانب الأمريكي يتفهم هذا على كل المستويات. لكن أعتقد أنه الجانب الأمريكي كثيرا إذا فكر أنه يسبق السلام الاقتصادي قبل السلام السياسي، لأن هناك أفكار أمريكية مطروحة في هذا السياق. نعم، يعني هل برأيكم هناك حلول من الممكن للوفد الأمريكي طرحها خلال هذه الجولة؟ وهل بوسع الوفد الضغط بالفعل على حكومة الاحتلال هذه المرة؟ لم يطرح شيء جديد، كل ما هو طرحه بطبيعة الحال مرتبط بما يعرف بالسلام الاقتصادي ومشروعات التعاون الإقليمي، ولم يقدم جديدا. وبالتالي كان الموقف العربي الأردني الفلسطيني يصب في اتجاه التأكيد على مرجعيات عملية السلام وأسس العمل والإعلان عن قيام ضرورة دولة فلسطينية تعمل بجوار الدولة اليهودية. وبالتالي كانت الرسالة مباشرة إلى كوشنر والأطراف الأمريكية والأوروبية أيضا بالمناسبة من خلال اللجنة الرباعية. أعتقد مهم جدا أن نصل إلى قناعة بأنه هناك بدائل في عملية السلام، لكن تصميم الإدارة الأمريكية على إدارة المفاوضات بهذه الصورة أعتقد يعني سنصل بنا إلى حائط صد، خصوصا أن القيادة الفلسطينية رفضت مقابلة المبعوثين الأمريكيين والوفد الأمريكي في زيارته الأخيرة. وبالتالي على الجانب الأمريكي أن يبحث عن أسس جديدة للحل والتوافقات الجديدة، وأن يعمل بجوار السلام السياسي السلام الاقتصادي الاثنين معا. نعم. والعودة طبعا إلى المرجعات الرئيسية في هذا الإطار. نعم، شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وهذا تحديدا ما سيدور في اللقاء الذي سيجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوفد الأمريكي اليوم في للمنطقة، والمسؤول عن عملية السلام برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جارد كوشنر. يأتي اللقاء في إطار تنسيق جهود دعم القضية الفلسطينية في أعقاب التصعيد الأخير في القدس وعدد من المدن الفلسطينية، إضافة إلى الاطلاع على آخر المستجدات السياسية والأمنية كذلك.